أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات المشخص في البيطرة. سوف نتكلم عن في هذه الحلقة عن طرق الوقاية من مرض العضلات البيضاء أو مرض نقص السيلينيوم أو الفيتامين ه. توجد هناك عدة طرق لوقاية الحيوانات من نقص السيلينيوم. في هذه الحلقة سوف نتكلم عن نقص السيلينيوم بالذات. توجد الحقن، يوجد الحقن هذه لحماية الحيوانات. يوجد أيضا تجريع الحيوانات. أيضا يوجد تسميد التربة بالسيلينيوم، ويوجد أيضا إعطاء الحيوانات الرصاصة أو البوليت الرصاصة على شكل تشبه الرصاصة فيها السيلينيوم، وهذه الطرق لحماية الحيوانات. توجد أيضا إعطاء الحيوانات قوالب اللحس. هذه هي الخمس طرق الموجودة والمعروفة. نبدأ. تحذير: يجب على الفلاح استعمال طريقة واحدة فقط، يجب عليه أن لا يستعمل طريقتين أو أكثر. لماذا؟ لأنه يوجد خطر تسمم السيلينيوم، إذا زاد فوق المتطلبات الحيوانات فإنه يصبح سام. حينئذ إذا حدثت واقعة التسمم أو حادثة التسمم، لا يوجد علاج، يوجد فقط علاج أعراضي. الترياق ضد السيلينيوم لا يوجد. إذن الطريقة الأولى: حقن النعاج والكباش تحت الجلد في منطقة الرقبة بمنتجات تحتوي على باريوم سيلينيت، بالفرنسية سيلينات دو باريوم، هي السيلينات على شكل باريوم. أربع أسابيع. إذا السيلينات دو باريوم معروفة أنها هي لونج أكتين، طويل مفعول. 4 أسابيع قبل تلقيح النعاج من طرف الكباش. الجرعة هي 1 ملغرام سيلينيوم في الكيلوغرام من الوزن الحي. هذه الحقنة سوف تزيد نسبة السيلينيوم في النعاج في مرحلة الحمل وفي مرحلة الرضاعة أو الحلب. أيضا إعطاء السيلينيوم للنعاج في الفترة الأخيرة من السيلينيوم للنعاج في الفترة الأخيرة من الحمل يحمي المواليد، لأن السيلينيوم يمر عبر المشيمة، ويمر أيضا عبر اللبن، عبر في الضرع، يحرر في الضرع، يفرز في الضرع. إذا سيحمى الابن الخروف من الولادة حتى الفطام أو حتى وقت الذبح. إذا قمنا بحقن النعاج في فترة الحمل، فلا يجب علينا إعطاء السيلينيوم بأي طريقة كانت، حقنا أو طريقة أخرى، للمواليد، لأن المواليد تكون فيها نسبة من السيلينيوم في أنسجتها. إذن هذه الخراف سوف تكون محمية ضد مرض العضلة البيضاء، وستضمن سرعة نمو جيدة لهذه الخراف. إذا كانت هذه النعاج لم تقدم لها الوقاية عن طريق الحقن بالسيلينيوم، فيجب إعطاء المواليد حينئذ حقن السيلينيوم. هكذا إذا كانت الأمهات محقونة بالسيلينيوم، يجب ألا نحقن الخراف أو لا نجرعها، لا نعطيها السيلينيوم. وإلا فالعكس، إذا كانت الأمهات لم تحقن بالسيلينيوم، فيجب حينئذ وقاية المواليد بإعطائهم السيلينيوم بأي طريقة مناسبة. إذن الجرعة هي حينئذ
الجرعة هي 12 ميليغرام سيلينيوم، 1 ميليغرام سيلينيوم في الكيلوغرام من الوزن الحي، وفعاليته تدوم على الأقل 10 أشهر. 10 أشهر. في نعطي الخراف 12 ميليغرام سيلينيوم، 1 ميليغرام سيلينيوم في الكيلوغرام بصفة عامة من الوزن القائم. هذه بالنسبة للخراف التي لم نقدم لأمهاتها في فترة الحمل السيلينيوم، صح. الأورال دوزين، الأورال دوزين تجريع، تجريع الحيوانات، تجريع الحيوانات عن طريق الفم يعني، بنسبة 5 ميليغرام من السيلينيوم، هذا بالنسبة للحيوان الواحد، تكون على شكل 0.1 ميليغرام سيلينيوم في الكيلوغرام من الوزن القائم. إذا عندي حيوان يزن 50 كيلوغرام من الوزن الحي، إذا أجرعه ب 0.1 × 50، إذا 5 ميليغرام هكذا. سيلينات على شكل صوديوم، صوديوم سيلينيت للنعاج وللكباش، 4 أسابيع قبل تلقيح النعاج و4 أسابيع بعد التلقيح. إذا المدة العلاج كاملة شهرين، شهرين هكذا، شهر قبل التلقيح بالفرنسية لا لوت، قبل التلقيح الكباش للنعاج، وشهر بعد هكذا. وبعد ذلك إضافة 2 ميليغرام من السيلينيوم إلى أبنائها، إلى أبنائها هكذا، إلى أبنائها. إذن الخراف المولودة حينئذ تحتاج أيضا إلى تجريع آخر بعد 6 إلى 8 أسابيع بعد الولادة، لما يكون في عمرها، لما يكون في عمرها عدة أشهر يعني، تحتاج إلى تجريع آخر حتى يصبح مستوى السيلينيوم ثابتا فيها بشكل سليم. توب دريس، تسميد التربة بالسيلينيوم. السيلينيوم يأتي يأتي من نقص التربة من السيلينيوم، وبالتالي النباتات التي تنمو على هذه الأراضي هي ناقصة من السيلينيوم، وبالتالي الأغنام التي تأكل هذه العلائق أو هذه الأغذية أو النباتات تكون فقيرة من السيلينيوم. إذا الفقر في التربة يؤدي إلى الفقر في النبات، والفقر في النبات يؤدي إلى الفقر في التربة. وبالتالي نستطيع في إحدى الطرق نستطيع تسميد التربة بالسيلينيوم. نسمد في الخريف، في الخريف ب 0.5 إلى 1 كيلوغرام رطل إلى 1 كيلوغرام من السيلينيوم هكذا، من السيلينيوم بريلز يعني، من السيلينيوم تو بروفايد، من السيلينيوم لإعطاء 10 غرام سيلينيوم في الهكتار هكذا. إذا السماد الكلي 0.5 إلى 1 كيلوغرام من السيلينيوم، ما معدله 10 غرام سيلينيوم في الهكتار في كل سنة، يعاد كل سنة. إذا النعاج والكباش يجب أن ترعى على هذه المراعي، المراعي المصححة عن طريق التسميد بالسيلينيوم، على الأقل 8 أسابيع، على الأقل 8 أسابيع، 4 أسابيع قبل التلقيح الكباش للنعاج، و4 أسابيع أخرى بعد التلقيح. الخراف التي تولد من النعاج التي صححنا لها السيلينيوم بهذه الطريقة، بطريقة التسميد، تحتاج أيضا إلى إعطائها 2 ميليغرام من السيلينيوم عند بعد عدة أشهر يعني من الولادة. يفضل على النعاج الرعي 16 أسبوعا يعني 4 أشهر على هذه المراعي التي سمدناها بالسيلينيوم
عند التسميد يجب أن لا نطلق الحيوانات على هذه الأراضي للرعي، لأنه قد يحدث حوادث تسمم. ما الذي نفعله؟ إذا ننتظر حتى تهطل الأمطار بكثافة فيختلط السيلينيوم فيصبح محلولا، ذلك السيلينيوم تلك ذلك السماد من السيلينيوم يصبح محلولا وتشربه تربة الأرض وتمتصه النباتات. يعني الأمر يحتاج ربما عدة أشهر على حسب تساقط الأمطار، على حسب نسبة تساقط الأمطار لكي لا يحدث التسمم. الطريقة الأخيرة هي إعطاء الكبسولة. إعطاء الكبسولة، الكبسولة هي وزنها 10 غرام، 10 غرام فيها 10 غرام سيلينيوم، 10 غرام سيلينيوم. الكبسولة أو البوليس أو الرصاصة تعطى 4 أسابيع قبل تلقيح الكبش للنعاج. إذن هذه كلها طرق الوقاية الحيوانات من نقص السيلينيوم. يجب على الفلاح استعمال طريقة واحدة التي تناسب مزرعته. هذا وفي الأخير أقول لكم إلى اللقاء وشكراً.